بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بكل خير. نلتقي إن شاء الله في المحاضرة الأولى في مساق الاقتصاد، مساق علم الاقتصاد أو مساق مبادئ الاقتصاد، وتكون المحاضرة الأولى إن شاء الله بمثابة الفصل الأول من الكتاب المقرر، كتاب الدكتور عارف حمو، محاضرات في الاقتصاد. هذا الكتاب الذي سوف نقرره والذي سوف نشرحه، وما تم شرحه لكم من المحاضرين الآخرين لمساق الاقتصاد كانت محاضرات بالخطأ طبعا، لأن هناك يعني خلل في البرنامج وتم تعديل ذلك. ما ستعتمدونه إن شاء الله في المساق هو ما يتم شرحه من خلالي إن شاء الله في شعبة 101 و102. إن شاء الله سأكون معكم أنا الدكتور مراد الأغا، مدرس أو محاضر المساق. نبدأ طبعا. قبل أن نبدأ يعني من الأفضل أن يتوفر الكتاب لدى الجميع لكي تقوموا بالتتبع معي، لأن هناك أجزاء كثيرة سوف نقوم بسردها وإضافتها على المساق، وهناك بعض الأشياء يعني ممكن أن يتم تلاشيها أو تركها تكون أشياء ثانوية. نبدأ بإذن الله. طبعا بداية، علم الاقتصاد هو علم من العلوم الاجتماعية. العلوم يا جماعة بشكل عام تكون على شكلين، تكون نوعين، إما علوم طبيعية أو علوم اجتماعية. العلوم الطبيعية هي يعني لا يختلف عليها العلماء ولا يختلف في تفسيرها ولا يختلف في مفاهيمها، موحدة عندهم عند الجميع، موحدة في مثلا قبل 50 سنة، نفس تعريف الفيزياء، نفس تعريف الكيمياء قبل 50 سنة، قبل 100 سنة نفس التعريف اللي بنعرفه حاليا. كذلك الأمر الفيزياء أو الكيمياء أو الرياضيات هي العلوم الطبيعية اللي بتدرس الطبيعة، فيزياء رياضيات كيمياء وغيره، فما بيختلفوا عليها لا اللي في أفريقيا ولا اللي في آسيا ولا اللي في أوروبا، نفس التعريف بيعرفوها ونفس المصطلحات والمفاهيم والنظريات. بينما العلوم الاجتماعية اللي بتختص بالإنسان وسلوكه يختلف تعريفها حسب المكان والزمان. يعني الآن اللي بيعرفوا علم الاقتصاد في أوروبا غير اللي بيعرفوا في آسيا غير اللي بيعرفوا في أفريقيا وهكذا. حتى اللي بيعرفوا علم الاقتصاد قبل 100 سنة غير اللي بتعرف حاليا. طب نيجي ناخد مثال الآن، مثلا سلعة يعني مثلا السيارة، لو اجينا قلنا مثلا السيارة تعتبر سلعة يعني بديلة ولا مكملة ولا ضرورية ولا شو بالضبط؟ لو رحنا سألنا في بعض الدول الأفريقية الفقيرة قلنا لها السيارة ايش بتنظروا لها؟ هيقولوا والله سلعة يعني رفاهية. طب لو اجينا عنا يعني في بعض الدول العربية قلنا السيارة، هنقول والله سلعة كمالية. لو رحنا على اوروبا او بعض الدول المتقدمة هيقولوا السيارة سلعة ضرورية. فاختلف حتى نوع السيارة، يعني تصنيف السيارة كسلعة كمثال طبعا احنا بنحكي، اختلف من مكان لمكان. كذلك الحال كانوا بنظروا لعلم الاقتصاد زمان انه علم الاقتصاد فقط الاستهلاك، وبعد كده الثروة، بعد كده قالوا طب الاستهلاك، طب الدخل والاستهلاك، بعد كده قالوا طب ممكن الدولة تتدخل في الامور الاقتصادية كضرائب كغير وهكذا. يعني بتطور علم الاقتصاد من زمن الى زمن اخر ومن منطقة جغرافية لمنطقة جغرافية اخرى. فمن خلال هذا الكلام كله اللي حكيناه في المقدمة انه علم الاقتصاد يعني يختلف على تعريفه،
من ليس من السهل أن يتفق العلماء على تعريف واحد لعلم الاقتصاد، ولكن يعني شملوا إجمالا شملوا تعريف ما في صفحة 6، وأنا تقريبا أتفق مع هذا التعريف. صفحة 6 أعلى الصفحة عرفه كيرن كروس بأنه العلم الذي يقوم بدراسة سلوك الأفراد من حيث توزيع الموارد النادرة ذات الاستعمالات المختلفة بين الأهداف المتعددة وكيفية القيام بهذه المحاولة عن طريق إجراء المبادلة في السوق. على كل حال هنأخذ هذا التعريف، وبعدين بالنسبة للأنظمة الاقتصادية مش هنتطرق كتير للأنظمة الاقتصادية، ولكن الأنظمة الاقتصادية بنسمع الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي والاقتصاد المختلط والاقتصاد الإسلامي. على كل حال يعني الاقتصاد الاشتراكي موجود أو متواجد تقريبا في روسيا وأوروبا الشرقية وبعض الدول الأخرى، والاقتصاد الرأسمالي يعني متواجد في أوروبا الغربية وأمريكا، والاقتصاد المختلط غالبا موجود في دول العالم الثالث أو الدول النامية، ومنها معظم الدول العربية تأخذ بالاقتصاد المختلط، تأخذ بعض الأشياء من الاقتصاد الاشتراكي وبعض الأشياء من الاقتصاد الرأسمالي، وهناك الاقتصاد الإسلامي أيضا. نحن لا نتطرق إلى هذه الأنظمة في الوقت الحالي، الآن المطلوب منا لحتى الآن اللي هو تعريف الاقتصاد اللي عرفنا. الآن بيجي بعد ذلك اللي هي المراحل التي مر بها علم الاقتصاد. يا جماعة علم الاقتصاد مر بأكثر من مرحلة حتى وصل إلى شكله الحالي. باختصار المراحل كانت على شكل مدارس. المدرسة الأولى من المدارس أو المراحل التي مر بها علم الاقتصاد هي مدرسة التجاريين، مدرسة التجاريين. ومدرسة التجاريين هي ممكن نسميها المركنتيلية، برضو بسموها المركنتيلية، مدرسة التجاريين هي المدرسة المركنتيلية. باختصار يا جماعة انه اعتبر انصار هذه المدرسة ان قوة الدولة الاقتصادية تكمن فيما تملكه من ذهب وفضة ومعادن نفيسة. يعني الدولة اللي عندها ذهب وفضة ومعادن نفيسة هي الدولة الاقوى اقتصاديا، والتي تزداد طبعا المعادن النفيسة والذهب والفضة بتزداد عن طريق التجارة. كل ما تاجر اكتر بجيب ذهب وفضة، باجلب ذهب وفضة ومعادن نفيسة للدولة بشكل أكبر، وطبعا كل ما تزيد التجارة بجيب أكثر، ومن كثر زيادة التجارة أدت إلى زيادة الاكتشافات الجغرافية، لأنهم بتاجروا كتير فاكتشفوا مناطق جغرافية ودول جديدة. كمان أنصار هذه المدرسة اهتموا بالصناعة، يعني اهتموا بالصناعة لأن الصناعة تدخل في التجارة، المصنوعات تدخل في التجارة بياخدوها بتاجروا فيها، واعتبروا أن الزراعة في ذيل الأولويات، اعتبروا بأن الزراعة في ذيل الأولويات. يعني باختصار اعتبر أنصار هذه المدرسة أن قوة الدولة تكمن فيما تملكه من ذهب ومعادن نفيسة، واهتموا بالتجارة لأن التجارة تدخل في اهتموا بالصناعة لأن الصناعة تدخل في التجارة. كان أولوياتهم وأهم شيء بالنسبة لهم التجارة، واهتموا أيضا بالصناعة لأن الصناعة تدخل في التجارة، وأهملوا واعتبروا بأن الزراعة هي في ذيل الأولويات. وأصحاب هذه النظرية أو هذه المدرسة نادوا بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، حط خط تحت نادوا بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، يعني قالوا الدولة لازم تتدخل في الشؤون الاقتصادية. بعد ذلك جاءت مدرسة الطبيعيين. مدرسة الطبيعيين أو بنسميها بين قوسين الفيزيوقراط. الفيزيوقراط باختصار يعني في سطر واحد، اعتبر أنصار هذه المدرسة بخلاف يا جماعة مدرسة التجاريين،
مدرسة طبيعيين الفيزيقراط اعتبروا بأن أساس الإنتاج هي الأرض، هي الزراعة، هي الأرض، فهي مصدر الإنتاج الرئيسي، والنشاطات الأخرى من صناعة، من تجارة، من كذا غير منتجة. طبعا أنصار هذه المدرسة نادوا بالحرية الاقتصادية، يا دولة ما تتدخليش في الشؤون الاقتصادية. نمرة ثلاثة، مدرسة التقليديين، مدرسة التقليديين أو بنسميها الكلاسيك، الكلاسيك. باختصار هؤلاء أنصار هذه المدرسة اعتبروا بأن قوة الدولة تكمن فيما تملكه من عوامل وعناصر إنتاج. اعتبروا بأن قوة الدولة تكمن فيما تملكه من عناصر وعوامل إنتاج، ونادوا بالحرية الاقتصادية أيضا، قالوا إنه الدولة ما تتدخل في الشؤون الاقتصادية. بعد ذلك جاءت المرحلة الحديثة أو المدرسة الحديثة. هذه جاءت المدرسة نتيجة الكساد العالمي، الانهيار العالمي الاقتصادي الذي حدث في 1929. فأدى هذا الانهيار بأن قام المفكر البريطاني العالم الشهير كينز، وقال بأن الدولة يجب أن تتدخل في الشؤون الاقتصادية فقط لحل ما تراه مناسبا. يعني وقتش في أزمة لازم تتدخل الدولة عشان تحل هذه الأزمة. واهتموا أنصار هذه المرحلة أو المدرسة بالأمور الاقتصادية الأخرى، مثل حل المشاكل الاقتصادية، مثل قضايا التنمية، البطالة، التضخم، الأسعار، الأجور، وهكذا. بعد ذلك جاء موضوع علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى. الآن باختصار، علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى، يا جماعة كل علم له علاقة بالعلوم الأخرى، ولا يوجد علم منفرد بحد ذاته. باختصار، علاقة علم الاقتصاد بالسياسة، نلاحظ أن صانعي القرارات السياسية عند وضعهم للأمور السياسية لا يغفلون الأمور الاقتصادية، ونرى أيضا حروبا قامت من أجل الاقتصاد، وأيضا دول تصافت وتحابت من أجل المصالح الاقتصادية. علاقة علم الاقتصاد بالتاريخ، إنه في بعض الأحيان قد أضطر أنا كاقتصادي كمستثمر دراسة التجارب السابقة، دراسة تاريخ الدولة الذي سوف أقوم بالاستثمار فيها. دراسة علم الاقتصاد وعلم النفس، يعني لما أجي أنتج مثلا أنا سلع على الأطفال، لازم أدرس سلوك الأطفال. يعني بدي أصنع شيبسي، بدي أدرس سلوك الأطفال، إيش بحبوا في الشيبسي، حجمه بحبوا حجم معين. يعني بتلاحظ كيس الشيبسي تبع الأطفال بتحسه منفوخ ومجوه فيه شوية بسيطة، بس بتطلعوا على الشكل. كمان غير كده الحجم، كمان غير كده بتطلعوا على الرسمات، بحبوا ألوان، يعني في ألوان معينة بتجذب الطفل إنه يشتري كيس الشيبسي. كمان إنه في مواسم مثلا، في فترة ممكن يحطوا كابتن ماجد، بتتذكر حطوا على الشيبسي، ممكن بعد كده حطوا يعني بعض المصارعين مثلا، وهكذا سوبرمان، وهكذا، يعني إيش ما بحب الأطفال. وبالنسبة لسلع النساء، طبعا انتوا عارفين المرأة ما بتطلعش للشكل كتير، بتطلع للخامة، والراجل بتطلع غالبا للسعر، فبيهتموا المنتجين بالسعر، وهكذا، يعني بيحاكوا نفسية الفئة الذين يريدون أن يصنعوا لها. علم الاقتصاد والسياسة والإحصاء، هناك في علاقة بين علم الاقتصاد والإحصاء يا جماعة.
انه في البيانات الاحصائية تحتاج البيانات يعني الاحصائية لتحليل احصائي للوصول الى نتائج اقتصادية. يعني في مثلا بتدرس الاستهلاك لدولة معينة في فترة معينة، باخد بيانات الاستهلاك هذه وباخدها بحللها احصائيا بتطلع لي النتائج. علاقة علم الاقتصاد والمنطق. علم الاقتصاد يا جماعة أصلا يعني يقوم على نظريات، يقوم على نظريات، والنظريات أصلا لا تكون صحيحة ومقبولة إلا إذا كانت هذه النظريات منطقية. تمام. علاقة علم الاقتصاد والرياضيات. في بعض الأحيان قد أضطر لكي أستخدم المعادلات الرياضية للتعبير بين المتغيرات الاقتصادية، يعني قد أضطر لاستخدام المعادلات الرياضية عشان أشوف العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية. بعد ذلك موضوع المشكلة الاقتصادية. باختصار المشكلة الاقتصادية كثير سمعناها بها، تكمن المشكلة الاقتصادية في أنه الإنسان له رغبات وحاجات، كل ما يلبي الإنسان واحدة من رغباته توالدت له الرغبة الجديدة. يعني كل ما تحقق رغبة إليك بتجيك رغبة جديدة. والمشكلة أنه الموارد والحاجات الموجودة في الطبيعة لا تكفي لكي تلبي رغبات الإنسان كلها. الموارد، شيء الموارد طبعا هاي موجودين، مورد طبيعي، مورد بشري، مورد اقتصادي. المورد الطبيعي هو هبة من الله، ليس للإنسان أي تدخل في وجوده، اللي هو ما في باطن الأرض وما على الأرض وما في الفضاء. مورد بشري، المورد البشري هي الطاقة الذهنية، العقل يعني الذهنية والجسدية للإنسان. المورد الاقتصادي، المورد الاقتصادي هو نتاج التفاعل بين المورد الطبيعي والمورد البشري. في عندي موارد طبيعية هبة من الله، وفي عندي قوة ذهنية وجسدية من الإنسان. القوة الذهنية والجسدية من الإنسان بتتسخر إنها تستخدم الموارد الطبيعية وبتطلع لي بالتالي سلعة. إذن المورد الاقتصادي هي نتاج التفاعل بين الموارد الطبيعية والبشرية. خصائص وأسباب المشكلة الاقتصادية، إنه مهما كانت الموارد موجودة إلا أنها لا تسد حاجة الإنسان بسبب تعددها، تعدد حاجة الإنسان. وإنه تعدد ونمرة اثنين، تعدد وتطور الحاجات، إنه الإنسان يا جماعة لا حد لحاجاته، فكلما سد حاجة توالدت له حاجة أخرى. نمرة ثلاثة، الاختيار والتضحية. فلأن الإنسان حاجاته متعددة والموارد نادرة، فعلى الإنسان أن يختار الضروري له وأن يضحي بالأقل أهمية. أهداف علم الاقتصاد، الهدف الرئيس أو الأساسي لعلم الاقتصاد هو علاج المشكلة الاقتصادية، والهدف الثانوي هو يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، مثل القضاء على الفقر والحد من البطالة وتحسين أسلوب الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية. لاحظوا أنه هنا حنحتاجها فيما بعد، يعني في الفصول الأمامية، أمامية القضاء على الفقر والحد من البطالة. ليش ما قلنا القضاء على الفقر والبطالة؟ حنعرف فيما بعد ليش لازم أقضي على الفقر وأحد من البطالة، ما خلصش عليها بالمرة. بعد ذلك طبعا أساليب التحليل الاقتصادي. أساليب التحليل الاقتصادي في ثلاث أساليب: الأسلوب الوصفي اللي هو اللفظي، الأسلوب اللفظي أو الوصفي، وهذا الأسلوب يوضح أو يعبر عن العلاقة بين المتغيرات عن طريق الوصف أو اللفظ. ويستخدم هذا الأسلوب للعلاقة بين أو للدلالة العلاقة بين المتغيرات البسيطة الغير معقدة، ويكون عن طريق الوصف أو
الكتابي. نمرة 2، الأسلوب الرياضي. والأسلوب الرياضي يوضح العلاقة بين المتغيرات عن طريق معادلات رياضية. بعد ذلك نمرة 3، ضيفوا عندكم الأسلوب القياسي. والأسلوب القياسي يوضح العلاقة بين المتغيرات عن طريق الأسلوب الوصفي والأسلوب الرياضي معا، يعني عن طريق الشرح وعن طريق المعادلات الرياضية. بعد ذلك أنواع التحليل الاقتصادي، آخر شيء طبعا في الفصل أنواع التحليل الاقتصادي. في 3 أنواع للتحليل الاقتصادي، في حسب نمرة 1، حسب حجم الوحدة الاقتصادية، وحسب تحليل حسب حجم الوحدة الاقتصادية انقسم أيضا إلى قسمين، تحليل فردي وهو بدراسة السلوك الاقتصادي للفرد، وتحليل كلي دراسة السلوك الاقتصادي للمجتمع كله. وبعد ذلك من أنواع التحليل الاقتصادي التحليل حسب درجة الشمول، وينقسم أيضا إلى قسمين، تحليل جزئي ويدرس ظاهرة اقتصادية معينة في النشاط الاقتصادي، ونمرة ب تحليل كلي يقصد به دراسة النشاط الاقتصادي ككل. نمرة 3 من أنواع التحليل الاقتصادي التحليل حسب علاقته بالزمن، ويكون على شكلين، تحليل ساكن ونستخدمه عند دراسة الظاهرة الاقتصادية دون أخذ الفترة الزمنية بعين الاعتبار، زي لما أجي أقول علاقة مثلا الدخل بالاستهلاك، فبنقول كل ما بزيد الدخل بزيد الاستهلاك، يعني تحليل ساكن ليس له علاقة أو علاقة بالزمن. نمرة ب تحليل ديناميكي، وهو يكون عند دراسة الظاهرة الاقتصادية وأخذ فترة زمنية بعين الاعتبار، زي لما نقول مثلا ما هو أثر مثلا الإغلاق على مستوى الفقر في فلسطين مثلا، أو أدرس البطالة في فترة زمنية معينة في فلسطين، أو أدرس الفقر في فترة زمنية معينة في فلسطين. هذا طبعا الفصل الأول، ويعطيكم العافية، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة إن شاء الله، وإلى اللقاء.